ما هي اسم الحشرة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها؟ الحشرة التي حشرة الرسول أمر بقتلها حشرة ال ثانية عارفها يعني فين عملت بخيص هي اسمها غريب شوية بس ثانية اسمها الوزغ الوزغ حشرة الوزغ. الوزغ صح؟ أنت بتقول حاجة غلط؟ جاهزة يا حاجة؟ جاهزة يا ابني؟ هميش هشوف لك سؤال سهل برضه سهل بقى، احنا لسه في الأول كده، خلينا خلينا حلوين مع بعض. ماشي سؤال بسيط. سورة في القرآن لم تبدأ بالبسملة. سورة في القرآن لم تبدأ بالبسملة. ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لم تبدأ بالبسملة. سورة التوبة. صح سؤال سهل. طب ليه بقى سورة التوبة مش بتبدأ بالبسملة؟ ماشي لسببين. السبب الأول إن سورة التوبة نزلت للمشركين بالوعيد والسيف، فلو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم فدي معناها أمان، فهي نزلت ربنا أنزلها بدون بسملة عشان تكون وعيد للمنافقين وللمشركين لأن هم ملهمش أمان. وفي قول تاني بيقول إن سورة التوبة مكملة لسورة الأنفال. سكوتك ده مش مريح. يلا سؤال بسيط. سؤال بسيط ترى، ما قلت سؤال بسيط يبقى مش هجاوب عليه. تمام. ربنا يسهل. ما هما الأخشبين؟ استنى. الأخشب والله عارفاها. هما مين؟ الأخشبين هما جبلين في مكة. جبلين كنت عارفاها. ما عارفين.